بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم المحاضرة رقم 5 بعنوان Limits and Continuity، يعني النهايات والاتصال. أول شيء هنعرف كيف نحسب النهايات وإيه هي النهايات. النهاية هي معناها إيجاد قيمة الفانكشن عند نقطة معينة. لما تقترب قيمة المتغير من قيمة معينة ده معناه إيجاد نهاية الدالة عند هذه النقطة. طيب، المثال رقم 5.1 بيقول find limit 3x أس 3 ناقص 4x زائد 8 عندما x تقترب من سالب 1. اللي تحت الليمت ده x سهم كده سالب 1، معناه إن قيمة المتغير x تقترب من السالب 1، يعني تكاد تكون سالب 1. يعني احنا هنتعامل معاها كأن هي اكس بتساوي سالب 1. طيب، الطريقة الأولى في إيجاد النهايات هي طريقة التعويض المباشر. إذا فشل التعويض المباشر بنلجأ لطرق أخرى. طيب، يعني لإيجاد قيمة نهاية هذه الدالة عند نقطة اكس بتساوي سالب 1، الطريقة الأولى هو التعويض المباشر بقيمة المتغير بتساوي سالب 1. إذا فشل، يعني إذا أعطى قيمة غير معرفة أو قيمة غير حقيقية، بنتجه إلى طرق أخرى هنعرفها بعدين. طيب، يبقى الطريقة الأولى اللي هي طريقة التعويض المباشر في داخل الفانكشن دي اللي هي 3x أس 3 ناقص 4x زائد 8، هنعوض بقيمة الإكس بتساوي سالب 1. يعني كل قيمة للإكس هنحط مكانها سالب 1، يبقى 3 في سالب 1 أس 3، ال 4x يعني 4 في سالب 1 زائد 8، ده هيساوي 3 في سالب 1 بسالب 3، سالب 4 في سالب 1 بموجب 4 زائد 8، كل ده بيساوي 9. طيب، يبقى طريقة التعويض المباشر نجحت في إيجاد قيمة نهاية الدالة من أول خطوة، يبقى طريقة التعويض المباشر نفعت في هذه الدالة. طيب، المثال 5.2 بيقول find limit 3x أس 3 ناقص 8 على x ناقص 2 عندما x تقترب من الصفر. طيب، برضو الطريقة الأولى هنتبع طريقة التعويض المباشر، هنعوض عن قيمة x في البسط وفي المقام بقيمة صفر. صفر اللي هو القيمة دي اللي هي x تقترب من الصفر، يبقى هنعوض بقيمة x بتساوي صفر. يبقى 3x أس 3 ناقص 8 هنعوض، يبقى 3 صفر أس 3 ناقص 8. طيب، و x ناقص 2 هتبقى صفر ناقص 2. ده هيبقى سالب 8 على سالب 2 بيساوي موجب 4. كذلك في الحالة دي طريقة التعويض المباشر نجحت في إيجاد نهاية الدالة أو إيجاد قيمة الدالة. طيب، المثال 5.3 بيقول find limit x زائد 1 على x ناقص 2 عندما x تقترب من الاثنين. هنجرب برضو طريقة التعويض المباشر، هنقول x زائد 1، هنحش الاكس ونحط مكانها 2، هيبقى 2 زائد 1، و x ناقص 2 اللي هي 2 ناقص 2، ده هيساوي البسط 2 زائد 1 ب3، والمقام 2 ناقص 2 بصفر. 3 على 0 بيساوي رقم غير معرف، القسمة على 0 تعطي رقم غير معرف. يعني لو جربت كده الآلة الحاسبة قلت 3 على 0، لو دوست يساوي يديلك يقول لك كان تو ديفايد باي 0، لا يمكن القسم على 0. انما دي لو 0 على 3 هيساوي 0، انما القسم على 0 لا يمكن القسم على 0. طيب، نرجع تاني، طريقه التعويض المباشر لم تفلح في ايجاد قيمه الفانكشن، لكن نرجع نشوف الفانكشن دي، هل الفانكشن دي يمكن اختصار شيء من البسط مع شيء من المقام؟ لا يمكن. ليه؟ لأن البسط من الدرجة الأولى والمقام من الدرجة الأولى يعتبر هذه الفانكشن في أبسط صورة. هذه الفانكشن في أبسط صورة، لذلك لا يمكن التعديل فيها وإيجاد طرق أخرى لإيجاد النهايات. إنما في بعض الفانكشن إن إحنا ممكن نختصر أو نبسط الفانكشن لأبسط صورة ونرجع بعد كده نعوض في الصورة المبسطة نحصل على قيمة النهاية، زي ما نشوف في الأمثلة اللي بعد كده.
طيب مثال 5 4 بيقول find limit x تربيع ناقص 1 على x تربيع ناقص 3x زائد 2 عندما x تؤول إلى الواحد. تخلي بالك طريقة قراءة المسألة، طريقة القراءة تقول find limit يعني أوجد نهاية، وبعدين تقرأ الفانكشن، أوجد نهاية الفانكشن دي متى وبعدين نقرأ دي نقول limit x تربيع ناقص 1 على x تربيع ناقص 3x زائد 2 عندما x تؤول إلى 1. يعني طريقة القراءة بقول limit الفانكشن عندما x تؤول إلى 1. طيب نستخدم الطريقة الأولى اللي هي طريقة التعويض المباشر، هنعوض مكان ال x في الفانكشن دي بواحد، يبقى 1 تربيع ناقص 1 اللي هو 1 ناقص 1. طب المقام 1 تربيع ناقص 3 ضرب 1 زائد 2، البسط هيعطي صفر والمقام هيعطي صفر، كذلك دي ليس لها معنى، صفر على صفر يعطي رقم النون ليس له معنى. طيب نرجع للفانكشن تاني، هل الفانكشن دي في ابسط صوره؟ ليست في ابسط صوره. طيب ما العمل؟ العمل هو تبسيط او اختصار الفانكشن دي وتوصيلها الى ابسط صوره عن طريق تحليل البسط الى حاصل ضرب قوسين وتحليل المقام على لحاصل ضرب قوسين هكذا. يعني x تربيع ناقص 1 يمكن تحليلها الى قوسين، القوس الاول x ناقص 1 في القوس الثاني x زائد 1. طيب المقام x تربيع ناقص 3x زائد 2 يتم تحليلها لقوسين x ناقص 1 في x ناقص 2. طيب طريقة التحليل الأرقام دي اللي هو سالب 2 وسالب 1 بنختارهم بحيث حاصل ضربهم يساوي موجب 2 وحاصل جمعهم يساوي سالب 3. طيب سالب 1 في سالب 2 يعطي موجب 2 يبقى مظبوط. سالب 1 نجمعه على سالب 2 يعطي سالب 3 يبقى برضه مظبوط. طيب نلاحظ هنا ان القوس ده اللي هو باللون الأحمر x ناقص 1 مشابه للقوس ده اللي هو x ناقص 1 يمكن اختصارهم مع بعض يعني يروحوا مع بعض، يتبقى القوس x زائد 1 على x ناقص 2. يبقى هذه هي الصورة المبسطة للفانكشن، هذه هي الصورة المبسطة للفانكشن التي يمكن التعويض فيها بقيمة x بتساوي 1. طيب يبقى نعوض x زائد 1 اللي هو 1 زائد 1، المقام x ناقص 2 اللي هو 1 ناقص 2. طيب يبقى البسط ب 2 على سالب 1 القيمة بسالب 2. يبقى نلاحظ ان الطريقة الاولى اللي هي طريقة التعويض المباشر اعطت رقم صفر على صفر او رقم غير معرف، لذلك اتجهنا الى تبسيط الفانكشن عن طريق تحليل البسط وتحليل المقام ثم الاختصار الحدود المتشابهة للوصول الى ابسط صورة. بعد ما الوصول الى ابسط صورة يتم التعويض بقيمة x بقيمة المتغير لنحصل على قيمة النهاية. طيب هناخد نوع تاني من النهايات اللي اسمه limits involving infinity، يعني النهايات التي تحتوي على ما لا نهاية. يعني زي المثال ده find limit x تربيع على 1 زائد x زائد 2 x تربيع عندما x تؤول إلى ما لا نهاية. الرمز ده اللي هو زي الثمانية المقلوبة ده بنسميه ما لا نهاية، وما لا نهاية هو بيرمز إلى رقم كبير للغايه اللي هو رقم غير معروف اللي هو بنرمز له لاخر خط الاعداد من جهه اليمين اللي هو موجب ما لا نهايه، واخر خط الاعداد من جهه اليسار اللي هو سالب ما لا نهايه. طيب في هذه الحاله طريقه التعويض المباشر لن تعطي شيء، لان التعويض باكس ما لا نهايه هيعطي البسط ما لا نهايه والمقام ما لا نهاية قسمة ما لا نهاية على ما لا نهاية يعطي دايما رقم غير معرف. يبقى في هذه الحالة طريقة التعويض المباشر لا يمكن استخدامها، لا يمكن استخدامها، يعني مش بنجرب زي المسألة الأولى، لو نفع يبقى ماشي، لو لم ينفع، لو يعني التعويض المباشر لم ينفع بنرجع للتبسيط. لا، في مسائل limits involving infinity لا نستخدم طريقة التعويض المباشر لأنها في جميع الأحوال تعطي رقم غير معرف. طيب
الحل هو اختصار الفانكشن، اختصار هذه الفانكشن. طيب طريقة الاختصار هي قسمة البسط والمقام على أكبر أس موجود في المقام، أكبر أس موجود في الدالة كلها ولا في المقام؟ لا، أكبر أس موجود في المقام، يعني المقام ده واحد يعني من الدرجة صفر، وإكس دي من الدرجة الأولى، وإكس تربيع من الدرجة الثانية، يبقى أكبر أس في المقام اللي هو الإكس تربيع، يتم قسمة البسط والمقام على إكس تربيع للحصول على الصيغة المبسطة للفانكشن التي يتم التعوض فيها بعد ذلك. تمام؟ طيب مع الأخذ في الاعتبار القوانين دي، يعني كيف نتعامل مع الرقم ما لا نهاية؟ القوانين دي كده بتشرحها، بتقول لك لو إن ده رقم، أي رقم مقسوم على ما لا نهاية، الرقم ده سواء هو أي رقم، واحد أو اثنين أو خمسة أو سالب سبعة، أي رقم، يعني إن دي ترمز لأي رقم، أي رقم يتم قسمته على ما لا نهاية تكون النتيجة صفر. طيب أي رقم يتم قسمته على ما لا نهاية تربيع أيضا النتيجة بصفر. أي رقم يتم قسمته على ما لا نهاية أس 3 أيضا تكون النتيجة صفر. أي رقم قسمته على ما لا نهاية لها أس، سواء ما لا نهاية تربيع، ما لا نهاية أس 3، ما لا نهاية أس 5، أي رقم يقسم على ما لا نهاية لها أس برضه يعطي صفر. يعني معنى ذلك أن القسم على ما لا نهاية ومشتقاتها دايما يعطي صفر. طيب الضرب في ما لا نهاية دائما ومشتقاتها يعطي ما لا نهاية، يعني لو ضربت رقم في ما لا نهاية يعطي أيضا ما لا نهاية، يعني أقول 5 ضرب ما لا نهاية أيضا يعطي ما لا نهاية. طيب أي رقم مثلا 2 في ما لا نهاية تربيع أيضا يعطي ما لا نهاية. أي رقم في ما لا نهاية أس أي رقم برضو يعطي ما لا نهاية. ما لا نهاية لو جمعت أو طرحت منها أي رقم يعطي، تظل كما هي ما لا نهاية. تمام؟ يبقى نرجع نقول تاني، القسم على ما لا نهاية تعطي صفر، والضرب في ما لا نهاية يعطي ما لا نهاية. لازم نعرف طريقة التعامل مع الصيغة ما لا نهاية عشان هنستخدمها في حل هذه المسائل. لو جينا نرجع للفانكشن دي كده، اللي هي اكس تربيع على 1 زائد اكس زائد 2 اكس تربيع، ويتم القسمة البسط والمقام على اكس تربيع، يعني يتم قسمة جميع حدود البسط وجميع حدود المقام، يعني الاكس تربيع دي هتتقسم على اكس تربيع، الواحد يتم قسمته على اكس تربيع، الاكس يتم قسمته على اكس تربيع، 2 اكس تربيع يتم قسمتها على اكس تربيع. تمام؟ يبقى القسمة لجميع الحدود، لجميع الحدود في البسط وفي المقام. طيب هنقسم، ادي الاكس تربيع البسط قسمناه على اكس تربيع، الواحد تم قسمته على اكس تربيع، الاكس تم قسمتها على اكس تربيع، الاثنين اكس تربيع تم قسمتها على اكس تربيع، تكون النتيجة طبعا الاكس تربيع على اكس تربيع دي تساوي واحد، المقام واحد على اكس تربيع هي واحد على اكس تربيع، الاكس على اكس تربيع بتساوي واحد على اكس، لان الاكس دي هتروح مع التربيع. طيب 2 اكس تربيع على اكس تربيع بتساوي 2. دي كده يعتبر الصيغة المبسطة للفانكشن، الصيغة المبسطة للفانكشن التي يتم التعويض فيها بعد ذلك بقيمة x بتساوي ما لا نهاية. طيب الواحد ده رقم لا يوجد به رموز، يعني ينزل كما هو، ودي واحد على x تربيع تبقى واحد على ما لا نهاية تربيع، ودي واحد على ما لا نهاية اللي هي كانت واحد على x، ودي 2. نلاحظ إن ده رقم مقسوم على ما لا نهاية تربيع، يعني قيمته هتساوي صفر، وده رقم مقسوم، واحد مقسوم على ما لا نهاية تبقى قيمته بتساوي صفر، يبقى ده ناتج التعويض، واحد على صفر زائد صفر زائد 2 بيساوي 2، يبقى قيمة الفانكشن بتساوي 2. طيب يبقى نرجع نقول تاني، طريقة حل المسائل اللي هو إكس تؤول إلى ما لا نهاية هو قسمة البسط والمقام على أكبر أس موجود في المقام. طيب نشوف مثال كمان، هنا برضو بيقول لك ليميت، فايند ذا ليميت اوف 2 اكس تربيع زائد 3 اكس زائد 1 على 3 اكس تربيع ناقص 5 اكس زائد 2. برضو قلنا بننظر في المقام عشان نوجد اكبر اس، اكبر اس موجود في المقام كام؟ اكس تربيع. طيب لو كانت في البسط دي اكس اس 5 كنت هقسم على كام؟ برضو كنت هقسم على اكس تربيع، لان انا بقسم على اكبر اس
موجود في المقام وليس أكبر أس موجود في الفانكشن كلها. لا، بقسم على أكبر أس في المقام. طيب، هل يتم قسمة البسط فقط أو المقام فقط ولا كليهما؟ لا، لابد من قسمة جميع حدود البسط وجميع حدود المقام. طيب، لما نقسم على x 2 x تربيع على x تربيع، ده الحد الأول في البسط. 3x نقسمها على x تربيع، 1 نقسمه على x تربيع. في المقام ال 3x تربيع قسمناه على x تربيع، ال 5x قسمناه على x تربيع، ال 2 قسمناه على x تربيع. طيب، دي كده الصيغة المبسطة للفانكشن. 2 زائد 3 على x زائد 1 على x تربيع، المقام 3 2 على اكس تربيع تصير 2 على ما لا نهاية تربيع. طيب، برضو قلنا رقم على ما لا نهاية ده معناه صفر، رقم على ما لا نهاية تربيع ده معناه صفر، 5 على ما لا نهاية ده معناه صفر، 2 على ما لا نهاية تربيع معناه صفر. يبقى التعويض هيعطي في الاخر 2 زائد صفر زائد صفر اللي هي الاثنين، والمقام 3 ناقص صفر زائد صفر يعني 3. يبقى القيمة النهائية للفانكشن لليمت الفانكشن بتساوي 2 على 3. طيب، نشوف المثال 5 7. هنا برضو بيقول find limit x تؤول الى ما لا نهايه for سالب x اس 3 زائد 2 x زائد 1 على x ناقص 3. طيب، التبسيط يتم بقسمه جميع حدود البسط وجميع حدود المقام على اكبر اس موجود في المقام. أكبر أس موجود في المقام اللي هو كام؟ اللي هو إكس أس 1 اللي هو ده، مع إن البسط يحتوي على إكس أس 3 أكبر منه، تمام؟ لكن القسمة تكون على أكبر أس موجود في المقام اللي هو الإكس، تمام؟ لذلك يتم قسمة جميع حدود البسط وجميع حدود المقام على إكس، يبقى سالب إكس أس 3 على إكس، الاتنين إكس برضه أقسمه على إكس، الواحد أقسمه على إكس، في المقام الإكس على إكس والثلاثة على إكس. طيب، بعد كده نختصر يتم الحصول دي كده، هذه هي الصيغة المبسطة للفانكشن. الصيغة المبسطة دي سالب إكس تربيع اللي هي الناتجة عن قسمة سالب إكس أس 3 على إكس، النتيجة بتساوي سالب إكس تربيع. طيب، الاتنين إكس قسمتها على إكس تعطي 2 فقط، وهكذا. طيب، بعد ذلك يتم التعويض في الصيغة المبسطة للفانكشن. يعني سالب اكس تربيع دي تصير سالب ما لا نهايه تربيع. الاثنين دي كما هي، واحد على ما لا على اكس تصير واحد على ما لا نهايه، واحد ناقص 3 على ما لا نهايه، وهكذا. نرجع نشوف سالب ما لا نهايه تربيع، احنا قلنا ما لا نهايه تربيع دي تظل كما هي ما لا نهايه، يبقى دي كده سالب ما لا نهايه، ودي الاثنين، واحد قسمته على ما لا نهايه، القسم على ما لا نهايه تساوي صفر، يبقى ده الصفر اللي هو ناتج عن واحد على ما لا نهايه. في المقام ايضا 3 على ما لا نهايه صفر. طيب، هذه القيمه سالب ما لا نهايه، سالب ما لا نهايه لما نجمعها على اي رقم يظل كما هو سالب ما لا نهايه. طب المقام 1 ناقص صفر اللي هو 1، يبقى سالب ما لا نهايه على 1 بيساوي سالب ما لا نهايه، يبقى قيمه نهايه الفانكشن بتساوي سالب ما لا نهايه. تمام، نرجع نقول تاني، القسمة على أكبر أس موجود في المقام اللي هو الإكس، مع إن الفانكشن تحتوي على إكس أس 3 أكبر منها موجود في البسط، لكن القسمة تكون على أكبر أس موجود في المقام وليس أكبر أس موجود في الفانكشن كلها. طيب، الموضوع الثالث هو الوان سايدد ليميت، يعني نهاية الدالة عند الاقتراب من رقم من جهة واحدة أو من كلا الجهتين. يعني لو احنا خدنا فانكشن زي كده معرفه على فترتين، يعني اف اوف اكس بتساوي 1 ناقص اكس تربيع عندما اكس اقل من الاثنين، يعني جميع ارقام الاكس اللي هي اقل من الاثنين يمكن حساب الفانكشن من هذه الصيغه اللي هو 1 ناقص اكس تربيع،
وتعريف الفانكشن بيساوي 2x زائد 1 عندما x اكبر من او يساوي الاثنين. يعني هذه الفانكشن معرفة على فترتين، لجميع الارقام الاقل من 2 يتم الحساب من هذه الصيغة اللي هو 1 ناقص x تربيع، لكل الارقام اكبر من او تساوي 2 يتم الحساب من هذه الصيغة اللي هو 2x زائد 1. هنا بيقول لك evaluate the one-sided limits limit f of x عندما x تقول الى 2 والاثنين دي فوقها شرط سالب، فوقها شرط سالب كده. هنعرف يعني ايه الاثنين فوقها شرط سالب. And limit f of x عندما x تقول الى 2 موجب. ايه هي الاثنين سالب وايه هي الاثنين موجب؟ الاثنين سالب معناه طبعا ده الرقم 2 اهو، ده الرقم 2. في يسار الرقم 2 اللي هو رقم اقل من الاثنين، لكن يساره مباشرة ده نسميه 2 ناقص، يعني 2 ناقص يعني 2 من جهة اليسار، 2 ناقص شيء قليل جدا معناه قبل الوصول إلى 2 من جهة اليسار، يعني ممكن الاثنين ناقص دي كأني مثلا تجاوزا أقول 1.999، ده كده أقل من الاثنين مباشرة من جهة اليسار. طيب الاثنين موجب معناها الرقم اللي بعد الاثنين من جهة اليمين، تمام؟ كأني ممكن أقول 2.0001 مثلا. طيب يبقى أوجد قيمة الفانكشن، أوجد قيمة الفانكشن أو نهاية الفانكشن عندما x تقول إلى الاثنين من جهة اليسار واثنين من جهة اليمين. طيب تعال نرجع للفانكشن هنا، الاثنين من جهة اليسار معناها إن هي أقل من الاثنين، يبقى يتم تعويض في الجزء العلوي من الفانكشن. طب 2 موجب معناه 2 اكبر من 2، لذلك ينطبق عليه الجزء الثاني من الفانكشن، يبقى يتم التعويض في هذه الفانكشن. يبقى لايجاد هذه القيمه اللي هو ليميت اف اوف اكس لما اكس تقول الى الاثنين من جهه اليسار، نعوض في الجزء العلوي، نقول 1 ناقص 2 تربيع، يعني نحطش الاكس نحط بدلها 2، 1 ناقص 2 تربيع يعني 1 ناقص او 1 ناقص 2 تربيع اللي هو 1 ناقص 4 بسالب 3. طيب لما نجيب 2 ليميت اف اوف اكس لما اكس تقول الى 2 من جهه اليمين، يعني هنعوض في الجزء الثاني من الفانكشن، يعني نعوض اقول 2 اكس زائد 1، عوض بالاكس بتساوي 2، يبقى 2 في 2 زائد 1 بيساوي 5. نلاحظ هنا في الرسم، لو انت رسمت الفانكشن دي هتلاقيها بالشكل ده، يعني قيمه الفانكشن عند يسار الاكس بتساوي سالب 3 اهي، وقيمتها عند بعد الاثنين من جهه اليمين بتساوي 5. لذلك هنا الفانكشن دي نلاحظ ان فيها انفصال، تمام؟ نلاحظ ان فيها انفصال، يعني المنحنى الفانكشن بيجي عند النقطه دي ويقف، وبعدين يقفز عند النقطه دي ويكمل تاني، انما عند نقطه 2 لا يوجد اتصال للفانكشن ويوجد فيها انفصال، يوجد فيها انفصال، لأن قيمة الفانكشن من جهة اليسار تختلف عن قيمة الفانكشن من جهة اليمين. طيب 5-9 بيقول find limit x ناقص 2 على x ناقص 4 as x approaches 4 from the left and from the right. يعني ايه الكلام ده؟ as x approach يعني تقترب، h approach يعني تقترب، يبقى قيمة المتغير x تقترب من 4 from the left يعني جهة اليسار، معناها 4 وفوقها شرط سالب، 4 سالب يعني الرقم الأقل من 4 مباشرة معناه 4 من جهة اليسار، and from the right يعني على يمين الرقم 4، كأني بقول 4 وفوقها علامة زائد، يعني 4 زائد رقم ضئيل جدا، تمام؟ يعني جهة اليمين من الرقم 4. طيب طبعا الفانكشن هنا لها صيغه واحده وليس لها صيغتين زي الفانكشن دي، يعني الفانكشن دي لها صيغتين، صيغه عند اقل من 2 وصيغه عند اكبر من او يساوي 2. هنا هذه الفانكشن لها صيغه واحده، لذلك يتم التعويض بالاربعه من جهه اليسار واربعه من جهه اليمين في نفس الفانكشن، تمام؟ طيب عوض في الفانكشن دي باربعه سالب، 4 سالب ناقص 2
ودي 4 سالب ناقص 4. طيب 4 سالب يعني ناقص 2 هيعطي 2. طيب 4 ناقص 4 هيعطي 0. لكن في الحقيقة الرقم ده هيكون موجب ولا سالب؟ هنشوف. الأربعة سالب معناه إنه رقم أقل من 4، يعني نقول مثلا 3.9. لما نطرح منه 4 هيكون النتيجة موجب ولا سالب؟ هيكون النتيجة سالب. يبقى إذا 2 على 0 هتعطي ما لا نهاية بالسالب. ليه؟ لأن المقام رقم سالب اللي هو رقم أقل من الصفر. إنما عند التعويض بـ4 من موجب هيعطي المقام رقم ضئيل جدا لكن موجب، والقسمة على صفر أو رقم قليل جدا بالموجب تعطي موجب ما لا نهاية. لذلك يتضح من الرسم إن الفانكشن رسمتها جهة اليسار بالشكل ده ورسمتها من جهة اليمين بالشكل ده، أو قيمة الفانكشن عند 4 من جهة اليسار هو سالب ما لا نهاية، وعند 4 من جهة اليمين هو موجب ما لا نهاية. يبقى أيضا هذه الفانكشن يوجد فيها انفصال، يوجد فيها الانفصال، المنحنى جهة اليسار غير متصل بنصف المنحنى الآخر من جهة اليمين، يبقى هذه الدالة غير متصلة عند نقطة 4. تمام؟ يبقى المنحنى منفصل، المنحنى جزء المنحنى جهة اليسار غير متصل بنهاية المنحنى عند جهة اليمين. كذلك هنا المنحنى آخر المنحنى من جهة اليسار غير متصل مع بداية المنحنى من جهة اليمين، يبقى هذه الفانكشن أيضا يوجد بها انفصال. طيب لو شفنا فانكشن تانية برضو، الفانكشن دي معرفة على فترتين. عندما إكس أقل من الواحد قيمة الفانكشن بتساوي إكس زائد واحد. طيب عند الفانكشن أكبر من أو يساوي واحد قيمة الفانكشن بتساوي سالب إكس تربيع زائد 4 إكس ناقص واحد. هنا برضو بيقول determine whether limit x تقول 4 exist، يعني هل قيمة النهاية الدالة عند 4 موجودة؟ طيب عشان نعرف هي موجودة exist ولا لا هنعوض مرة في شق الدالة العلوي ومرة نعوض في شقها السفلي ونشوف قيمة الليمت بتساوي كام. طيب يبقى هنعوض مرة بقيمة الفانكشن بتساوي 1 في الجزء العلوي، بنقول x زائد 1 نعوض بالاكس بواحد، يبقى 1 زائد 1 تساوي 2. يبقى قيمة الليمت عندما اكس تقترب من 1 من جهة اليسار اللي هي 1 سالب دي تساوي 2. طيب لما نعوض في جزء الدالة الثاني برضو بقيمة اكس بتساوي 1، عوض سالب اكس تربيع اللي هو سالب 1. طبعا السالب دي بره، السالب 1 الواحد هنا هيتربع وبعدين يضرب في السالب اللي قدامه وتظل هي سالب واحد. انما لو كان في قوس على السالب اكس دي والتربيع على القوس كان السالب ده هيختفي، انما السالب ده بره التربيع. زائد 4 في 1 اللي هي 4 ناقص 1 يبقى ده كله بيساوي 2. تمام؟ يبقى قيمه الليمت جهه اليسار ب 2 وجهه اليمين ب 2. لذلك هذه الفانكشن يوجد بها اتصال. يعني عند النقطه دي قيمه الفانكشن من جهه اليسار بتساوي 2 وقيمة الفانكشن من جهة اليمين تساوي 2، لذلك نهاية المنحنى من جهة اليسار مساوية لبداية المنحنى من جهة اليمين، لذلك هذه الفانكشن نقدر نقول عليها إن هي متصلة. عند نقطة 2 يوجد اتصال ما بين جزء الدالة اللي موجود جهة اليسار مع جزء الدالة اللي موجود جهة اليمين، هذه النقطة في اتصال ما بين المنحنى في اليسار والمنحنى في اليمين، يبقى هذه الدالة متصلة. طيب الاتصال اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه ان الفانكشن عشان تكون متصلة عند رقم معين، يبقى لكي تكون الدالة متصلة عند نقطة معينة يجب ان تتحقق بها 3 شروط. تمام؟ الشرط الاول قيمة الدالة معرفة، قيمة نهاية الدالة موجودة عند هذه النقطة، قيمة نهاية الدالة تساوي قيمة الدالة. تمام؟ يعني تعال نشوف مثال. هنا بيقول لك شو زاد ذا بولينوميال 3x أس 3 ناقص x زائد 5 از كونتينيوس اد 1. الدالة دي متصلة عند 1 ولا مش متصلة؟ لازم يتحقق فيها 3 شروط، نجيب قيمة الدالة وبعدين نجيب قيمة النهاية وبعدين نقول إن قيمة الدالة بتساوي قيمة النهاية. طيب هات قيمة الفانكشن f of 1
عوض كده بقيمة الإكس بتساوي واحد، يبقى 3 في 1 أس 3 ناقص 1 زائد 5 بيساوي 7، يبقى قيمة الفانكشن بتساوي 7. طب تعالى نجيب قيمة النهاية. قيمة النهاية برضو احنا قلنا بنجيب النهاية ازاي؟ النهاية بنجيبها الأول بالتعويض المباشر، لو فشل بنرجع إلى تبسيط الدال. هنجرب هنا التعويض المباشر، برضو 3 في 1 أس 3 ناقص 1 زائد 5 يعطي 7، تمام؟ طيب نلاحظ إن قيمة الفانكشن بتساوي 7، قيمة النهاية بتساوي 7، يبقى الاتنين متساويين، إذا هذه الفانكشن متصلة عند إكس بتساوي 1، تمام؟ يبقى الشرط اتحقق إن قيمة الفانكشن مساوية لقيمة نهاية الفانكشن عند هذه النقطة، يبقى النقطة الدالة متصلة عند إكس بتساوي 1. طيب مثال 5 12 بيقول شو زد ذا ريشنال فانكشن. ريشنال فانكشن يعني داله نسبيه او داله كسريه مكونه من بسط ومقام. اثبت ان هذه الداله كونتينوس ات اكس بتساوي، اثبت ان هي متصله عند اكس بتساوي 3. برضو مره نجيب الفانكشن ومره نجيب الليمت ونثبت ان هما قد بعض. هنجيب قيمه الفانكشن عند 3 عوض بالاكس بتساوي 3، يبقى 3 زائد 1 على 3 ناقص 2 بيساوي 4 على 1 ب 4. طيب وعشان نجيب قيمة الليمت عند اكس بتساوي 3 برضه بالتعويض، 3 زائد 1 على 3 ناقص 2 ايضا 4 على 1 ب 4، يبقى قيمة الفانكشن بتساوي 4، قيمة الليمت بتساوي 4، الاثنين متساويين، اذا هذه الفانكشن متصلة عند قيمة اكس بتساوي 3. الموضوع الأخير اللي هنتكلم فيه في المحاضرة هو limits of trigonometric functions، نهايات الدوال المثلثية. الدوال المثلثية اللي هي بتتكون من الصيغ المثلثية زي sin x و cosine x، تمام؟ طبعا sin x و cosine x هي جيب الزاوية وجيب تمام الزاوية، اللي هو لو عندك مثلث قائم الزاوية الساين هي طول المقابل على طول الوتر، والكوساين هو طول المجاور على طول الوتر. طيب في هذه المسائل اللي هو ايجاد نهايه الدوال المثلثيه في اربع علاقات هنحفظهم، دول كده اربع علاقات هنحفظهم، اللي هي لو قابلتك الصيغه دي، لو قال لك ليميت ساين اكس على اكس عندما اكس تؤول الى الصفر، هذه القيمة دايما بتساوي 1، نحفظها كده. مع ان لو انا قلت لك احسب الفانكشن دي، الفانكشن احسب ان هنقول ساين 0 عوض كده باكس بتساوي 0، يبقى ساين 0 بصفر على 0، يبقى 0 على 0 ليس له معنى، لكن بعد حلها وتبسيطها تكون النتيجة بواحد. لذلك احنا هنحفظها على طول ان ليميت ساين اكس على اكس بتساوي 1، وكذلك لو تم عكس الاكس فوق والساين تحت، يعني هنا ساين اكس فوق واكس تحت، لو جت بالصيغه دي اكس على ساين اكس برضه هتكون القيمه بتساوي 1. طيب لو كانت تان اكس على اكس برضه الليمت هتساوي 1، ولو اتعكست برضه هيساوي 1، يبقى اكس على تان اكس النهايه بتساوي 1. طيب دول كده اربع صور للفانكشن، اللي هو ساين اكس، نهايه ساين اكس على اكس بواحد، ونهايه اكس على ساين اكس بواحد، ونهايه تان اكس على اكس بواحد، ونهايه اكس على تان اكس ايضا بواحد. لو تغيرت هذه الاكس الصيغه دي ممكن تيجي بشكل تاني وايضا هتساوي واحد. ممكن تيجي بشكل تاني وايضا هتساوي واحد، كيف؟ يعني لو كانت الاكس دي والاكس دي اختلفوا ولكن شبه بعض، يعني دي لو كان هنا مثلا اكس كوس موجود في اكس زائد واحد ودي تحت اكس زائد واحد ودي اكس زائد واحد، برضو لو انطبق هذا الشرط ان دي اكس زائد واحد ودي اكس زائد واحد ودي اكس زائد واحد ايضا هتساوي واحد، تمام؟ برضو لو كانت التاني، لو كانت الاكس دي اتغيرت مثلا بقى كوس كده مكتوب في اكس تربيع ناقص 8، والاكس دي بقت برضو اكس تربيع ناقص 8 ودي بقت اكس تربيع ناقص 8، برضو هتكون النتيجه بتساوي واحد. يبقى الصيغه دي لو جت على اي شكل برضو هتساوي واحد. المهم اللي داخل الساين يكون مشابه للي موجود في المقام، مشابه للي موجود تحت الليمت، يعني سواء دي اكس واكس واكس ماشي،
دي اكس زائد واحد واكس زائد واحد واكس زائد واحد ماشي، دي كده مثلا اكس ناقص خمسة ودي اكس ناقص خمسة ودي اكس ناقص خمسة برضو ماشي. يبقى الاربع صيغ دول مش لازم يجوا بشكلهم الصريح ده، لا ممكن يجوا باي شكل تاني بنسميه شكل مكافئ. ماشي، لذلك كده بقول ايه، يمكن استخدام الاربع صيغ التاليه بين قوسين او الصيغ المكافئه. يعني ايه الصيغ المكافئه؟ اللي هي لها نفس الشكل مع اختلاف قيمه الاكس. يعني دي يكون مثلا اكس زائد 3 كوس في اكس زائد 3، وده اكس زائد 3 في كوس، ودي اكس زائد 3 في كوس، كل دي اسمها الصيغ المكافئه. ماشي، سواء هي بتيجي اكس واكس واكس، او اكس زائد 1 واكس زائد 1 واكس زائد 1، او اكس ناقص 2 واكس ناقص 2 واكس ناقص 2، كل دي اسمها صيغ مكافئه، سواء في الصيغه الاولى او مقلوبها او بصيغه التان او مقلوب التان. ماشي، طيب ده اللي احنا هنشوفه في المثال. يعني انا بقول لك ايه، فاين ساين ليميت ساين اكس ناقص 1 على اكس تربيع زائد اكس ناقص 2. نلاحظ اللي جوه الساين هنا كام؟ اللي جوه الساين هنا اكس ناقص 1، لذلك يجب ايجاد حد في اكس ناقص 1. يبقى الحل عن طريق تحليل المقام، تحليل المقام. طب الاكس تربيع زائد اكس ناقص 2 دي يمكن تحليلها لاكس ناقص 1 في اكس زائد 2. نلاحظ ان الساين اكس ناقص 1 مشابه اهو للاكس ايه؟ لاكس ناقص 1. يبقى يمكن اختصار الجزء ده، ممكن نلونه بالاحمر كده، والجزء ده برضو مشابه ليها، يبقى دول ممكن يختصروا مع بعض، دي مع دي بيساوي واحد. يعني نرجع هنا، ساين اكس على اكس بتساوي واحد، وهنا برضو ساين اكس ناقص واحد واكس ناقص واحد، طالما اللي داخل الساين اكس ناقص واحد وده اكس ناقص واحد مشابه ليها، الاثنين ممكن اعتبر افصل المساله دي لجزئين، الجزء ده لوحده والجزء ده لوحده. دي طالما في اكس ناقص واحد واكس ناقص واحد واللي تحت الاكس ناقص واحد، يبقى يمكن ده كله اختصاره بقيمه واحد اللي هو بالاحمر. يعني الواحد اللي هو بالاحمر ده مكافئ للقيمه دي كلها على بعضها. ليه؟ لان اتحقق فيها الشرط اكس ناقص واحد جوه الساين، واكس ناقص واحد في المقام، واكس ناقص واحد تحت الليمت. يتبقى الفانكشن بالصيغه دي، الصيغه دي بتعتبر صيغه مبسطه يتم التعويض فيها بطريقه مباشره. يبقى اكس زائد 1 زائد 2 هتساوي 1 زائد 2 1 على 3 اهي. تمام؟ يبقى فكرة الحل هو إيجاد قوس مشابه للقوس اللي موجود داخل الصيغ. تمام؟ طيب المسألة دي برضو اكس تربيع زائد 3 اكس ناقص 10 على ساين اكس زائد 5. يبقى الفكرة هو إيجاد قوس مشابه للاكس زائد 5 دي عن طريق تحليل هذا البسط. طيب لو انا حللت البسط اكس تربيع زائد 3 اكس ناقص 10، انا عايز رقمين اضربهم ويدي سالب 10 واجمعهم يدي موجب 3. ايه هم الرقمين؟ اللي هو موجب 5 وناقص 2. موجب 5 في ناقص 2 بسالب 10، وموجب 5 ناقص 2 بيساوي موجب 3. لذلك التحليل هيكون كده، او اكس وموجب 5 واكس ناقص 2. تمام، نلاحظ ان الاكس زائد 5 مشابه لموجود داخل الصيد، لذلك يمكن فصلهم في جزء لوحدهم. تم فصل الاكس زائد 5 على الساين اكس، لان ده هيتم اختصاره بالواحد ده. تمام، هيتم اختصاره بعد كده بالواحد ده. تمام، ليه؟ لان اكس زائد 5 مشابه لاكس زائد 5 اللي موجود داخل الساين. يتبقى هذا الجزء اللي هو في ابسط صوره يتم التعويض فيه، اكس ناقص 2، حط الاكس بتساوي سالب 5، يبقى سالب 5 ناقص 2 بيساوي سالب 7. تمام؟ طيب مثال اخر، فايند 2 تان اكس ناقص 5 على اكس تربيع ناقص 6 اكس زائد 5. نلاحظ اللي موجود داخل التان اللي هو اكس ناقص 5، لذلك يجب توفير جزء مشابه ليه. يجب توفير جزء مشابه لاكس ناقص 5 عن طريق تحليل المقام. طيب انا لو حللت المقام ابغى رقمين ضربهم بيساوي موجب 5 وجمعهم بيساوي سالب 6. ايه الرقمين اللي مجموع اللي ضربهم بيساوي سالب موجب 5؟ اللي هو السالب 5 في السالب 1. سالب 5 في سالب 1 ضربهم بيساوي موجب 5. طيب وجمعهم سالب 5 وسالب 1 بيساوي سالب 6. يبقى التحليل هيكون كده، اكس ناقص 5 واكس ناقص 1. تلاحظ ان الجزء اللي بالاحمر ده تان اكس ناقص 5
يمكن فصله مع الاكس ناقص 5 لانه بقى مشابه ليه. اللي داخل التان اكس ناقص 5 اخد الجزء ده مشابه ليه وافصلهم كده، يبقى كل الجزء ده كده اللي هو بالاحمر ده يساوي 1. الواحد اللي بالاحمر ده مكافئ للجزء ده، للجزء اللي بالاحمر ده كله برضه، تمام؟ يتبقى الجزء ده اللي هو يعتبر في ابسط صوره، يتم التعويض فيه المقام 5 ناقص 1 ب 4 يبقى 2 على 4 بنص، تمام؟ طيب الفانكشن دي برضه اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 3 على 5 تان اكس زائد 3. نشوف اللي موجود داخل التان بكام؟ اكس زائد 3، لذلك يجب توفير جزء مشابه ليه من البسط، يبقى يجب تحليل هذا البسط بحيث ناخد منه جزء مشابه لاكس زائد 3. طيب كيف نحلل البسط؟ عاوزين رقمين ضربهم بموجب 3 وجمعهم بموجب 4. ايه هما؟ موجب 1 وموجب 3. موجب 1 ضرب موجب 3 بيساوي موجب 3، وجمعهم موجب 1 وموجب 3 بيساوي موجب 4. يبقى التحليل يكون بالشكل ده، اكس زائد 3 اكس زائد 1. تلاحظ ان الجزء اللي بالاحمر ده اكس زائد 3 مشابه للي موجود داخل التاني، لذلك يمكن فصلهم اهو، تان اكس زائد 3 على تان اكس زائد 3 اهو. الجزء ده يعتبر صيغه مكافئه لاكس على تان اكس، صيغه مكافئه لاكس على تان اكس، والجزء ده موجود في ابسط صوره، لذلك الجزء اللي بالاحمر ده كله يمكن نضعه بيساوي 1، يبقى ده بيساوي 1، تمام؟ طيب اللي في الليمت اكس زائد 1 على 5، حش الاكس وحط بدلها سالب 3، يبقى نقول سالب 3 زائد 1 على 5 بيساوي سالب 2 على 5، تمام؟ طيب بكده نكون خلصنا الجزء بتاع النهايات والاتصال. الجزء اللي بعد كده هو تمرين او تدريب على المسائل اللي وردت في المحاضره. الجزء اللي في الاول هنا بيقول لك فايند ليميت 3 اكس تربيع ناقص 4 اكس زائد 5 عندما اكس تقول الى سالب 1. قلنا الطرق اللي زي دي كده بيتم له التعويض المباشر، عوض بقيمه اكس بتساوي سالب 1 ينتج ليك الحل، تمام؟ طيب المساله الثانيه اكس تربيع ناقص 1 على اكس زائد 1 عندما اكس بتساوي سالب 1. لو عوضت هتلقى البسط بصفر والمقام بصفر، لذلك نلجأ إلى التبسيط. نلجأ إلى التبسيط إزاي؟ إكس تربيع ناقص 1 لو حللتها يعطي إكس ناقص 1 مضروب في إكس زائد 1. إكس زائد 1 اللي الناتج من التحليل يختصر مع إكس زائد 1 اللي موجود في المقام، فتكون الصورة المبسطة للفانكشن هي إكس ناقص 1 التي يمكن التعويض فيها بعد ذلك بطريقة مباشرة. كذلك الفانكشن دي لو أنت عوضت الإكس بتساوي 2 هيعطي لك صفر وتحت صفر، لذلك نلجأ إلى التبسيط. طيب تبسيط إكس تربيع ناقص 4 تتبسط لحاصل ضرب قوسين اللي هو إكس ناقص 2 مضروب في إكس زائد 2. إكس ناقص 2 تختصر مع إكس ناقص 2 اللي موجود في المقام، لذلك يكون الصيغة المبسطة لهذه الفانكشن هي إكس زائد 2. طيب الفانكشن دي إكس ناقص 1 على إكس تربيع زائد 2 إكس ناقص 3، أيضا لو عوضت بواحد هيدي لك صفر على صفر، لذلك نلجأ للتبسيط. التبسيط عن طريق تحليل المقام، المقام ده يتحلل ل اكس ناقص 1 في اكس زائد 3. الاكس ناقص 1 يختصر مع البسط، لذلك هتكون الصيغه المبسطه للفانكشن دي هي 1 على اكس زائد 3 التي يتم التعويض فيها بعد ذلك بطريقه مباشره. طيب المساله رقم 5 على ايجاد قيمه الليمت عند ما لا نهايه. قلنا الليمت عند ما لا نهايه بالتبسيط عن طريق قسمه البسط والمقام على اكبر اس موجود في المقام اللي هو كام؟ اللي هو اكس تربيع. يتم قسمه جميع حدود البسط وجميع حدود المقام على اكس تربيع ثم ايجاد الصيغه المبسطه ثم التعويض. طيب الفانكشن دي برضو يتم قسمه البسط والمقام على اكبر اس موجود في المقام. ايه اكبر اس موجود في المقام؟ الاكس تربيع ولا الاكس اس 3؟ لا، اكس اس 3. لذلك يجب قسمة جميع حدود البسط وجميع حدود المقام على اكس اس 3 للحصول على الصيغة المبسطة ثم التعويض في هذه الصيغة المبسطة. طيب المسألة رقم 7 برضو ليميت عندما اكس تقول الى ما لا نهاية، يتم قسمة البسط والمقام على اكبر اس موجود في المقام اللي هو كام؟ اللي هو اكس تربيع. لذلك يجب قسمة جميع حدود البسط وجميع حدود المقام على اكس تربيع للحصول على الصيغة المبسطة
ثم التعويض في هذه الصيغة المبسطة. طيب السؤال الثاني هو إيجاد، هو اختبار إذا كانت الفانكشن متصلة أو غير متصلة عند قيمة x بتساوي 1، عشان نعرف هي متصلة ولا لا، أو المنحنى من جهة اليسار متصل مع المنحنى من جهة اليمين، إن إحنا نعوض بقيمة x بتساوي 1 في الجزء اللي فوق اللي هو 4 ناقص x تربيع، والجزء اللي تحت 2x زائد 1. طيب لو أنا عوضت في 4 ناقص 1 تربيع بيساوي 3، يبقى قيمة الفانكشن في الجزء اللي فوق بتساوي 3. طب لو عوضت في الجزء اللي تحت 2 في 1 ب2 زائد 1 ب3، يبقى قيمة الفانكشن في الجزء العلوي بتساوي 3، وقيمة الفانكشن في الجزء السفلي بتساوي 3. يبقى معنى ذلك إن القيمتين متساويين، يبقى إذا هذه الفانكشن متصلة عند قيمة x بتساوي 1. طيب السؤال رقم 3 برضه مشابه، اثبت أو بين إن الدالة متصلة عند x بتساوي 3. يبقى يتم تعويض بx بتساوي 3 في الفانكشن الجزء العلوي والجزء السفلي. طب لو عوضت هنا 3 تربيع 9، 9 ناقص 4 ب5، يبقى التعويض في الجزء اللي فوق قيمة الفانكشن بتساوي 5. طب في الجزء السفلي 2 في 3 6، 6 ناقص 1 ب5، يبقى قيمة الفانكشن في الجزء العلوي بتساوي 5، وفي الجزء السفلي بتساوي 5، القيمتين متساويتين، يبقى إذا هذه الفانكشن متصلة أيضا. طيب السؤال رقم 4 هو إيجاد قيمة الليمت للدوال المثلثية. برضه هنقول هنا اللي موجود داخل الساين إكس ناقص 3، لذلك يجب إيجاد إكس ناقص 3 من المقام. يتم تحليل المقام إلى قوسين، القوسين دول هما إيه؟ طبعا هيكون مطلوب رقمين أضربهم بسالب 6 واجمعهم بسالب 1 اللي هم سالب 3 وموجب 2، يبقى ده يبقى المقام ده يتحلل اكس زائد 2 في اكس ناقص 3. الاكس ناقص 3 تختصر مع ساين اكس ناقص 3، يتبقى 1 على اكس زائد 2. طيب كذلك دي اللي موجود داخل الساين اكس زائد 2، لذلك يجب ايجاد حد مشابه من تحليل البسط. طب البسط ده يتحلل بكام؟ عاوز رقمين ضربهم ب10 وجمعهم ب7، ايه هما؟ الخمسه والاثنين، يبقى اكس زائد 2 اكس زائد 5. اكس زائد 2 يختصر مع ساين اكس زائد 2 لانه مشابه ليه، يتبقى اكس زائد 5 اللي هو الصيغه المبسطه. اكس زائد 5 عوض فيه باكس بتساوي سالب 2، تمام؟ يبقى قيمه الليمت دي كلها تطلع سالب 2 زائد 5 بيساوي موجب 3. طيب المساله الاخيره، اوجد 2 تان اكس ناقص 2 على اكس تربيع ناقص 5 اكس زائد 6. برضه اللي موجود هنا داخل التان بكام؟ باكس ناقص 2، لذلك يجب توفير جزء مشابه ليه من تحليل المقام. يجب توفير جزء مشابه ليه من تحليل المقام. هتقول لي طب لو التبسيط او المقام ما تحللش كده، لا، المساله هتبقى جايه متظبطه لك على ان انت تحل يطلع في اكس ناقص 2، لان لو جت بالشكل ده هي طرق تانيه بس انت لسه ما خدتهاش. هتبقى طرق تانيه برضه هينفع تتحل، بس هتبقى طرق تانية لسه انت ايه، لسه انت ما خدتهاش. يبقى المقام ده هيتحلل حاصل ضرب قوسين، عاوز رقمين ضربهم بيساوي موجب 6 وجمعهم بيساوي سالب 5. كام هما؟ اللي هما السالب 2 والسالب 3. لو ضربتهم يدي موجب 6 ولو جمعتهم يدي سالب 5. يعني المقام ده هيساوي ايه؟ هيساوي اكس ناقص 2 في اكس ناقص 3. طب اكس ناقص 2 تختصر مع التان دي، تمام؟ لذلك هيتبقى 2، طبعا ما تنساش الاثنين دي، 2 على اكس ناقص 3، وبعدين نعوض فيها باكس باكس بتساوي 2، تمام؟ وبكده نكون وصلنا لنهايه المحاضره، خدنا فيها نهايات الدوال المثلثيه اللي انت بتحاول تظبط فيها، تشوف اللي موجود داخل الساين او داخل التان بكام؟ اكس ناقص 3، وتحاول توفر جزء منه، جزء مشابه ليه من تحليل المقام. لو كانت موجودة في المقام تحاول توفر جزء مشابه ليها من تحليل البسط، تمام؟ طيب الجزء الثاني أو المسائل من النوع الثاني اللي هو كان إيجاد اتصال الدالة عن طريق التعويض بقيمة x بتساوي 1 في جزء الدالة العلوي وجزء الدالة السفلي، لو طلع النتيجة واحدة تبقى متصلة، لو طلعت النتيجة مختلفة تبقى غير متصلة. طيب النهايات اللي بتحتوي على ما لا نهاية
تحل عن طريق التبسيط. التبسيط كيف بيتم؟ عن طريق قسمة جميع حدود البسط وجميع حدود المقام على أكبر أس موجود في المقام، ثم الحصول على الصيغة المبسطة، ثم التعويض في هذه الصيغة المبسطة. طيب، عند الإيجاد قيمة الفانكشن عند X بتساوي رقم، يتم الأول استخدام التعويض المباشر. إذا وجد القيمة الليمت تكون هذه هي القيمة المطلوبة. إذا لم يوجد قيمة واستطعنا التبسيط، يتم التبسيط للوصول إلى أبسط صورة ثم التعويض في الصورة المبسطة. وده كده كل أنواع المسائل اللي احنا تعرفنا فيها في المحاضرة. غطينا كل أنواع المسائل، وإن شاء الله التدريب على هذه المسائل والحل، طبعا تتدرب وتحل بإيدك توصل لأكثر نتيجة إن شاء الله. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.